شباب حلب قالوا لهون وبس. وفي الرقة لليوم الثاني على التوالي أمهات معتصمات أمام مقر تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية، مثلهم تماما يعتصم نشطاء في عمودة احتجاجا على اعتقال 3 نشطاء من قبل قوات الحماية الشعبية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. يقول البعض إن ما يجمع بين هؤلاء جميعا لا يعيد الأمل بقدرة المجتمعات على مواجهة العسكر بالعمل السلمي المدني فحسب، أيا كان هؤلاء العسكر، بل يثبت أن المجتمعات قادرة على الفعل وعلى المواجهة من أجل الحرية متى ما نظمت نفسها وخططت نشاطاتها وجعلت احتجاجاتها تتسق مع البيئة المحلية التي تنشط فيها. فهل يؤسس حراك حلب والرقة وعمودة بداية لنقطة تلاقي أو منطقة وسط بين عالمين لكل منهما هواجسه ومشاريعه وتخبطاته؟ وهل يمكن أن يتم مدنياً وسلمياً حل إشكاليات ومشاكل وتعديات باتت تحدث على الأرض وبشكل متواتر؟ وهل ستفتح هكذا حركات ومبادرات الباب أمام قوى المجتمع جميعها للتفاعل وإنتاج خطاب جديد بعيداً عن العنف والقمع والإقصاء الذي عاشه المجتمع السوري لعقود طويلة؟ هذه الأسئلة وأخرى ستكون محور حلقة اليوم من هنا سوريا، فأهلاً بكم. في الرقة واليومين متتاليين تعتصم أمهات وزوجات وأخوات المعتقلين من النشطاء والجيش الحر لدى تنظيم دولة العراق وبلاد الشام الإسلامية. دعونا نتابع هذا الفيديو. تجي الصبحيات ذادي ولاد صغار. أهل الشباب بالمهام الخاصة. الشباب بالمهام الخاصة أجتهم أخبارية إنه في بيت دعارة، راحوا هجموا على بيت الدعارة جابوا الصبايا بالبيت دعارة. كانت الشرعيه مسكره لبين ما بدهم يوصلون للشرعيه، دهمتهم الجبهه وبلتهم فيهم، اتهمتهم بالبنات، البنات حلفوا يمين انه ما لهم علاقه. وبيعرفوا انه اشياء هذا والبلد كله بتعرف القصه وحتى هن بالاخير بروا بعد ما شوهوا سمعتهم. هاي بالنسبه للمهام الخاصه. في كتيبه ثانيه امهاتهم موجوده من الفاروق من سليمان قمحيه، وفي كتيبه منها 2 كمان من الوحده والتحرير. امهات الاولاد كلها النا من الساعه 10 الصبح لحد الان ما تنازل اي مسؤول شوي هيك طلع لنا واحد ما بنعرف ايش صفته هو حارس وهي عم بيقول للصبح من الساعه 10 الصبح ونحن بياتين لبكره لموعدهم، ما راح اروح على البيت الا اشوف موعدهم هل هو صادق ام كاذب. بدنا نضل هون الى ان نعرف مصير اولادنا، ربيناهم شبر بندر، اولادنا بنعرف تربيتهم وبنعرف شو هن. سيدنا محمد قائدنا للابد، سيدنا محمد قائدنا للابد، سيدنا محمد قائد في محمد. أولادنا كانوا معتقلين عندهم لما أمرهم فجروا حالهم. ريت أولادنا أولادنا ما لهم دخل. عجل نصرك يا الله. أناقش هذا الموضوع مع ضيوفي، أبدأ بضيفي بالاستوديو إبراهيم الأصيل المدير التنفيذي لمؤسسة الحراك السلمي السوري، وأيضا ضيفي الدكتور عبد الرزاق عيد رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق في الخارج عبر سكايب، وضيفي فائق المير قيادي في حزب الشعب الديمقراطي السوري عبر الهاتف من دمشق. أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعا. أبدأ معك سيد المير بداية، بما أنه نتحدث معك من الداخل، ما رأيك بهذا الحراك الذي تشهده مناطق عديدة الآن في سوريا، نبدأها من الرقة، اعتصام خرج به أهالي معتقلين لدى دولة العراق وبلاد الشام الإسلامية؟ أول مساء الخير، تحية لك ولضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. سيدتي، أنا بعتبر هذا الحراك دينامية داخلية طبيعية للثورة السورية وللمجتمع السوري. الحقيقة أول فضاء للثورة السورية، الثورة على السوريين، أنه جعلت مسألة
الاهتمام بالشأن العام وامتلاك لحريتهم قبل أن يسقط النظام سواء سقط أو لم يسقط، هي صارت مكسب لكل السوريين، وبالتالي هذه دينامية طبيعية وحقيقية للثورة السورية. النقطة الثانية أن الثورة السورية ثورة نبيلة ومقدسة بأهدافها كانت وما زالت، لكن ليس كل الذين شاركوا فيها من السوريين ملائكة، بل هم بشر خطاؤون ومصيبون مثلها مثل أي شيء، وخاصة أنها ثورة شعبية، أي ثورة مجتمع، ليست ثورة نخب ولا أحزاب ولا قوى سياسية. مجتمع طالع من استبداد بكل ما يحمله من أمراض ومشاكل وعقد، وكل هذه الأمور سوف تترك فعلها في سلوك الأفراد. النقطة الأخيرة أن الثورة طالت وحصلت فيها بما يشبه نتيجة أسباب لسنا في داعي نقاشها، بعض الاستنقاعات، أي بمعنى الاستراحات، أدت إلى التلهي بمثل هذه القضايا. كل هذه الأمور أدت إلى ما نحن فيه الآن. أنا من المعتقدين أن الثورة بمعنى من المعاني، أن الثورة هي تنظف نفسها بنفسها بشكل طبيعي، والمجتمع قادر على الخروج من هذه القضايا ومن هذه المحن. سبق وقلت أننا مسألة البندقية بيد الحكيم يصبح نصف أحمق إذا لم تنظم وترتب في إطار طبيعي ضمن وحدة فعاليات وتنظيم قوى الثورة. بحديثك هنا سيد دالمير، نعم، بحديثك عن موضوع التنظيم المطلوب، اسمح لي أنتقل بهذه النقطة إذا أمكن سيد المير، اسمح لي أنتقل بهذه النقطة إلى ضيفي الدكتور عبد الرزاق عيد. دكتور عيد، يعني برأيك المجتمع السوري مجتمع عانى من القهر والقمع لمدة 50 عام، وجاءت الثورة وقلبت الأمور رأسا على عقب، ولكن بفترة من الفترات كان في نوع من الخنوع من الشعب، الآن لكل سلطة مسؤولة في كل مدينة محررة في سوريا. شهدنا بالفترة الأخيرة والآونة الأخيرة خروجهم اعتصامات تندد بالسلوكيات التي يرونها لا تناسبهم. برأيك هل ممكن فعلا أن يكونوا كقوة ضاغطة في وجه قوة السلاح أو السلطة صاحبة السلاح المسيطرة في مدينة من المدن السورية من المناطق المحررة؟ طبعا مساء الخير. مساء النور. يعني لا شك بأنه يعني كل ما يمتد الزمن ستتكشف مشكلة. طيب دكتور أرجو أن ترفع صوتك قليلا، لا نستطيع سماعك في الاستوديو. نعم يعني أقول بأن الثورة ليست انقلابا، وبالتالي ليست بلاغات يمكن أن تصدر هنا وهنا ومن ثم تنزل القوات والدبابات لضبط الأمور، هذه ثورة يتفتح أو يتفجر كل الزوايا في جسد المجتمع، ومن ثم سنجد لهذه الثورة أو في هذه الثورة كل الصور المتنوعة، كل الفئات الاجتماعية، كل تنوع، كل التيارات الفكرية والسياسية بتعبر عن نفسها من خلال الثورة. ولذلك يعني ما يقال ليست يعني هي طريق مستقيم، والثورات تستمر ربما حتى تكتمل في صورتها المنشودة، ربما تتطلب سنوات حتى. فما بالك إذا كان نحن في يعني نظام بكل مجموعة عصابات همجية تخوض حربا ضد مجتمعية. فبالتالي طيب الحركات يعني التي نشهدها الآن يعني مثل اعتصام الرقة لنشطاء ومن جيش حر تم اعتقاله من قبل دولة العراق وبلاد الشام الإسلامية اللي إلى السلطة بهذيك المنطقة، حركات الاعتصام اللي خرجت ترديد لشعارات إسلامية، يعني عم بيقولوا نحن ما لنا ضدكم بالمبدأ كطرف كجهة كانتماء، ولكن نحن بدنا حقوقنا. هل هي الحركة تعتبر سابقة لوقتها؟ هل هي متطورة عن وقتها أم أنه هذا أوان الطبيعي؟ أي حركة إذا سمحتي؟ خروجهم باعتصام بالرقة، خرجوا باعتصام، هذا طبعا شيء طبيعي، هذه
يعني الثورة يفترض أن تعاش بشكل يومي، يعني يجب أن نخوض ثورتنا بشكل يومي ضد كل مظاهر وأشكال التعسف التي تتناقض مع حلم وطموح الحرية لشعبنا. هذا من المفهوم جدا وحق مشروع جدا، ويجب أن لا تتراكم الأخطاء والسلبيات، يجب مواجهة كل مشكلة في لحظتها، وبالتالي لكي كما قلت يعني لا نضع نفس أنفسنا أمام وجوه أخرى لقبح الاستبداد الذي استمر 50 سنة في سوريا. طيب اسمح لي هون أنت إلى ضيفي بالاستديو إبراهيم الأصيل مدير تنفيذي لمؤسسة الحراك السلمي السوري. سيد الأصيل، يعني برأيك بالفترة الماضية يعني شاهدنا جميعنا كان في سلوكيات معينة كان المجتمع غير راضي عنها من قبل أصحاب السلطة بالسلاح في سوريا، سواء بحلب أو الرقة أو غيرها من المناطق، لم نكن نسمع أي ردود فعل على الأرض. ردود الفعل كانت تقتصر إما بصفحات الفيسبوك والتواصل الاجتماعي أو من خلال وسائل الإعلام، ومننا قناة الأوريانت تناولنا بعض هالأمور هاي. بالفترة الأخيرة صار في ردود فعل عم تظهر من خلال مظاهرات، من خلال اعتصامات، من خلال رفض لسلوكيات الآخر دون رفض الآخر. كيف تفسر هذا الموضوع؟ بداية تحية لك ولمشاهدين والضيفين الكريمين. أهلا وسهلا. شخصية متفائل جدا رغم الألم، متفائل لأنه عندما نرى نحن ردة فعل الناس تجاه الاعتقالات ندرك أن دماء الشهداء الغالية جدا لم تذهب هدرا، وأن الشعب السوري الآن حقا يعرف طريقه. يعني السؤال، هل من الممكن أن لا يكون أخطاء هناك في الثورة؟ يعني مثل ما قال الأستاذ فائق في البداية، نحن خطائين، لا يمكن أن لا يكون هناك أخطاء. ولكن عندما نرى ردة فعل الناس ونرى أنه الناس الآن تؤمن بأن السلاح ليس الحل الوحيد لحل المشاكل، يعني نحن نخشى الآن بعد كل هذا الصراع المسلح أن يظن الجميع أنه أنا أي مشكلة تواجهني في المستقبل السلاح هو الحل، تماما الحل الوحيد. ولكن من الواضح أن العمل السلمي والعمل المدني بدأ يتجذر في ثقافة الشعب السوري جميعا، وهذا ما نشهده سواء في حلب أو الرقة أو عمودة، جميع الاعتصامات دون أن ندخل في تقييم الأطراف. أنا هنا لست لأقيم أي طرف، ولكن أقيم العملية وطريقة ردود أفعال الناس تجاه ما يؤمنون بأنه انتهاك من نوع معين لحقوقهم أو لحقوق ذويهم أو أصدقائهم. الثورة السورية خرجت للحرية والكرامة والعدالة، لم تخرج بداية لإسقاط النظام، ولكن النظام وقف في وجه الحرية والعدالة، فتم الحكم من قبل الشعب أنه يجب إسقاط هذا النظام. وبرأيي هذا الدرس يجب أن يوجه لكافة التجمعات والتشكيلات العسكرية منها والمدنية أو أي شخص في المستقبل، أنه ويل لمن سيفكر بيوم من الأيام أن يقف في وجه كرامة الشعب السوري وحريته، لأنه سيتم إسقاطه كما تم إسقاط النظام السوري. طيب برأيك يعني اللي عم نشهده من الحركات الاحتجاجية، هل هي برأيك خارجة بشكل منظم ومدروس من فئة أو يعني مجتمع واعي ومدرك تماما لأهمية تحصيل حقوقه، أم هي خرجت كردات فعل عشوائية؟ من الواضح من طبيعة الاعتصامات لما منشاهدها أنها ليست عفوية، يعني هناك فعلا أشخاص وناشطين يقفون وراءها في تنظيمها، هناك دقة، هناك إبداع، يعني سواء مثلا في عمودة طريقة جلوس على الأرض، سواء في اللافتات المحمولة في الرقة، أو سواء بإنزال أو ليس هم لم ينزل العلم في حلب وإنما رفعوا العلم الثورة الملون، الهتافات، طريقة التعامل مع الإعلام، طريقة طلبهم للإعلام ولحضوره، واضح أنه بدأ إدراك العمل السلمي كاستراتيجية وليس فقط كردة فعل، أني أنا والله أشعر بمطلب معين فأذهب للشارع وأرفع لافتة وما أعرف أنه أنا شو الخطة باء أو شو الخطة رقم 2 في حال مثلا هجمت، في حال أنا مثلا تم تجاهلي في الشارع. ولكن على ما يبدو أن العمل تطور وأن هناك بدأ العمل السلمي يتوجه ليكون استراتيجيا في سوريا. بنتقل لدكتور عيد. دكتور عيد، يعني حضرتك نظرت في موضوع المجتمعات المدنية والتنظيمات المدنية وكيفية إنشائها، برأيك الآن في سوريا كيف ممكن تطبيق يعني هذا الفكر على أرض الواقع الآن في سوريا؟ تطبيق الفكر، أي فكر؟ تنظيم المجتمع المدني
خلق مجتمع مدني، مؤسسات مدنية تعرف حقوقها، تعرف كيفية المطالبة بحقوقها وتأدية واجباتها. الآن في سوريا كيف يمكن يعني تطبيق هذا الموضوع الآن؟ ما هي الخطوات لكي نصل إلى مجتمع مدني بمنظمات مدنية بأحزاب متنوعة تستطيع تحصيل حقوقها وأداء واجباتها بالصورة الأمثل؟ يعني هو بالحقيقة كان يعني أجمل تعبير عما كان يتراكم يعني من خلف ظهر السلطة والمعارضة في سوريا هي هذه القوى الشابة المدنية التي تخطت كل الأطر الأيديولوجية السابقة وتشبعت بقيم ثقافة كونية عالمية تتعلق بقيم حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية. هذا الموضوع ليس بنتاج قرار، يعني لا يقرره لا حزب ولا، وإنما هو ثمرة حالة تفاعل تاريخية تمت داخل المجتمع السوري، ومن ثم يعني طموحنا الأكبر أنه كيف يمكن استعادة هذه اللحظة، اللحظة الاستثنائية الهائلة والتي تعبر عن الحركات الشبابية، الحركات الشبابية المتخطية لقوالب المنظومات التقليدية الفكرية اللي كانت بغض النظر عن لونياتها الإيديولوجية إن كانت يسارية أو يمينية، علمانية أو إسلامية. وبالتالي يعني هنا أعتقد أن مسألة الشباب هم الأقدر فعلا بمبادراتهم إن كان بدأوا في تونس وفي مصر أو في سوريا، يعني لا بد للشباب من استعادة المبادرة وبالتالي إعادة هيكلة دور ومواقعهم وصفوفهم، ومن ثم وضع استراتيجيات جديدة بما يتناسب مع محاولة النظام لنقل هذه المواجهة المدنية إلى مواجهة طائفية إلى مواجهة، ومن ثم هذا يعني الـ 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 الأهم المطروح أمام الثورة التي يعني استعادة محتواها ومضمونها المدني الديمقراطي. ومن ثم وأنا أعتقد أنه ما دام شبابنا قادرين على أنه حتى هذه اللحظة ينزلوا في مظاهرات، فالأمل قائم بأنهم قادرون أن يستعيدوا المبادرة. طيب رح نحكي أكثر عن المقاومات لكي لا تحل العسكرة محل النضال المدني الديمقراطي. نعم رح نحكي أكثر عن موضوع مقاومات المجتمع المدني، ولكن اسمح لي أنتقل لضيفي فائق المير من دمشق عبر الهاتف. سيد المير، ردود الفعل على هذه الحركات التي ظهرت في سوريا. نحن عم نحكي هون عن هذا الموضوع لأنه بفترة من الفترات كان في يعني خفوت في هذا الموضوع، وصار كأنه مثل الشعب خلق لنفسه ديكتاتور جديد لا يستطيع أنه يعترض على سلوكيات لا تعجبه أو لا تناسبه. ولكن الآن ظهرنا بأنه شهدنا بأنه في يعني حركات احتجاجية، اعتصامات، مظاهرات تخرج مرة أخرى. ردود الفعل على هذا الموضوع في سوريا كيف وجدته؟ سيدتي، أنا الحقيقة الإعلام سلط الضوء على بعض الحوادث والمظاهرات والاحتجاجات التي ظهرت، لكنني أنا أعطيك من الواقع ومن التجربة عن دينامية عالية بمسألة آلية تقدم وتطور المجتمع السوري باتجاه الحفاظ على حريته بمواجهة أي شكل من أشكال عودة الاستبداد. سأعطيك مثال أنا شاهد عليه في دوما أو بالغوطة الشرقية. هنالك حراك مدني عالي المستوى داخل المجتمع في مدينة دوما، حيث تعتبر مدينة بكل معنى الكلمة وهي عاصمة الريف الدمشقي. بعد أن أعاد الثوار إخراجها عن سيطرة النظام أو تحريرها بمعنى من المعاني، هناك بعض الأطراف المسلحة التي حاولت أن تدخل إليها دخول الفاتحين كغنيمة وأن تتدخل بالحياة المدنية وبالعلاقات وأن تضع
تسيطر تحكم قبضتها على المجتمع بكل مكوناته. هذا الأمر أدى إلى ما يشبه الفوضى في البداية، حيث يكون هنالك ثلاثة مجالس محلية، كل مجلس محلي ينتمي إلى اتجاه سياسي أو إلى قوة من قوى، مع الأسف أن نقول قوة من قوى الأمر الواقع العسكري. طيب رح أسألك أكثر سيد المير عن هذا الموضوع تحديدا والفوضى اللي حصلت نتيجة وجود أكثر من يعني قوة تحاول فرض قبضتها على المنطقة، ولكن اسمح لي لقطة إذا بتسمحي لي. نعم تفضل تفضل. هنالك التطور عن حركة المجتمع الدولي، احتجاج لم يعلن عنه ولم يظهر في الإعلام، بمواجهة تسلط بعض القوى العسكرية أو محاولتها التحكم بالمجتمع. هذا الحراك توج بأن الهيئات الدفاع المدني التي هي هيئة معنية بحماية المجتمع وبنقل الجرحى بتنظيم حياة الناس، كل هذه الهيئات قامت بحركة احتجاج مدني صامتة، توحدت ورفضت الانضواء أو أن تكون جزء من النظام من يعني تحت سيطرة هذه القوى العسكرية. الآن في دوما هنالك أحد القوى العسكرية شكلت ما يشبه هيئة التوبي، أي أنها تستطيع أن تحاكم وأن تعتقل أي شخص موجود في دوما وتطرح عليه وفق رؤيتها إذا كان يدخن أو إذا كان سلك سلوك فردي أو أي شيء. هذه التوبة الآن المجتمع الدوماني الحقيقي والغوطة يرفضها، وهنالك حركات احتجاج عليها. طيب. تكون بالعمل من خلال تنظيم المجتمع الأهلي وتنظيم المجلس المحلي وخلق مؤسسات مجتمع مدني بالرد على هذه الممارسات. أنا أوافق الدكتور عبد الرزاق وضيفك الأستاذ إبراهيم أن المجتمع السوري امتلك حريته وانتصر قبل أن يسقط النظام، ولا يمكن أن يعود أي دكتاتور، وأنا أعتبرها بشائر خير طالما لأن معركة مع النظام ولأسباب مختلفة ما تزال طويلة. وأنا طيب. أقول طيب اسمح لي هون سيد المير. نعم سأعود لك بنقاط أخرى عن هذا الموضوع والأمثلة التي ذكرتها، ولكن اسمح لي وأيضا ضيوفي ومشاهدينا نتابع تقرير عن حملة لهون وبس. هي حركة احتجاجية أطلقها مجموعة من النشطاء في حلب تهدف للمقاومة السلمية إزاء الممارسات الخاطئة أيا كان مرتكبها. آخر نشاطاتهم كانت الدعوة لمظاهرة فيها رفع علم الثورة والراية الإسلامية. مراسلنا مؤيد السلوم كان هناك وأعد هذا التقرير. نزاع على الرايات، مشهد تكرر في مدينة حلب، فكل طرف حريص على إبقاء رايته وحيدة. بعض الناشطين في حلب ارتأوا إلى التظاهر لوقف مثل هكذا نزاع ولوضع حد لمثل هذه التجاوزات على حد وصفهم. هي المظاهرة تندرج ضمن فعاليات حملة لهون وبس، عم نقوم بهالحملة لإعادة الحراك المدني في حلب ونشاطه، بيرجع مثل الأول وأقوى لتصحيح أخطاء الثورة والوقوف على كل خطأ من أخطاء الثورة. الحراك المدني ومظاهرات تفعيلة بس تكون هادفة، يعني من أجل وقوف أخطاء الجيش الحر، أخطاء الكتائب الإسلامية، الأخطاء اللي بيقوم فيها بعض المجالس. إن شاء الله بس في فعاليات تانية كتير للحملة بالأيام المقابلة. رفع المتظاهرون رايتهم التي أرادوا وبقيت الراية الأخرى مرفوعة، وكلهم أمل بأن لا يتطاول أحد على أي من الرايتين. لأن نحن ضد تنزيل أي راية لأي حدا، نحن مع حرية أنه أي حدا بده يرفع رايته أهلا وسهلا ما في مشكلة، بس أما ممنوع أي حدا ينزل راية الشخص الثاني. يعني نحن مع الراية الإسلامية وهي بتمثلنا كإسلام، ونحن علم الثورة بيمثلنا كسوريين كثورة يعني، فلذلك رجعناه اليوم لما كان ما كان، ونحن كتير مفتخر بعلم الثورة. كان رفع علم الاستقلال على دوار الحلوانية اللي تنزل الجمعة الماضية من بعض الأخوة، يعني للأسف أنه عملوا هالعمل هذا علم الثورة بيمثلنا كلياتنا ورمز إلنا، يعني وإهانة، وأي إهانة له هي إهانة إلنا. فرحنا رفعنا العلم على الدوار والحمد لله، طبعا بالدعوة انه نحن ما تعرضنا لحدا ولا رح نتعرض لحدا وما تعرضنا لحدا. لهون وبس حملة اطلقها المتظاهرون، فلا وقت للنزاع على الرايات،
وليرفع كل رايته التي أراد. وأصوات أخرى تعالت بأن نزاعا طال على الرايات أحدث ثغورا في الجبهات. مؤيد سلوم، أورينت نيوز، من حي الشعار في حلب. أعود لضيوفي في هذه الحلقة، وينضم إلينا محمد أحمد، عضو الهيئة الشرعية في حلب. أهلا بك سيد أحمد. بداية، كيف ستكون برأيك ردود فعل الهيئة الشرعية على الاعتصامات والمظاهرات التي خرجت في حلب؟ طبعا سيدتي الكريمة، هذا أمر بديهي جدا بالنسبة لهيك أمور في هذه الأوقات الصعبة جدا على الشعب السوري. طبعا كان هذا الأمر طبيعي جدا بالنسبة للهيئة الشرعية، لم تلتفت ولم تنظر لأي أمر من هذا المنظور بأنه على أمر سلبي أو أمر شيء، بالعكس على العكس تماما، هو أمر إيجابي نستطيع من خلاله نحن أن نصحح مسار الهيئة الشرعية إذا كان هناك أخطاء. طبعا ليس هناك أي شخص إلا ويخطئ، وليس هناك أي شخص إلا ويرتكب الأخطاء. فمثل هذه أمور، مثل هذه حركات في الشارع، هي تكون بمثابة تسليط الضوء إذا كان هناك خطأ من قبل الهيئة الشرعية ومن قبل أي فصيل آخر، سواء كان من فصائل الجيش الحر أو من الكتاب الإسلامي. نعم. طيب سيد الأصيل، يعني هذا الحراك الذي نشهده، هناك اتهام بسبب خفوت يعني هذا الموضوع في سوريا لفترة من الفترات، اتهام للناشطين أمثالك اللي كانوا بالحراك السلمي عندهم قدرة على أنه يعني العمل في نظام مؤسساتي مدني، بأنهم تركوا الساحة بشكل أنه يعني أدى إلى تأجيج ما يجري في سوريا لوصوله إلى مظاهرات واعتصامات ضد أصحاب سلطة السلاح في سوريا. لماذا هذا التقصير؟ هل هناك تقصير؟ تقصير من العمل السلمي. في الحقيقة يعني إذا بدنا نشوف أسباب نحن تراجع العمل السلمي في سوريا، فهي يعني تبدأ بعنف النظام المفرط ولا تنتهي بأن الثورة كانت مفاجئة، وبأن ثقافة المقاومة السلمية غير متجذرة عموما في كامل المنطقة. يعني نحن في البداية كان هناك نعم توجه كبير للعمل السلمي، ولكن لم يكن هناك عمل سلمي استراتيجي، ولم يكن هناك ربما تخطيط كافي للمستقبل كاستراتيجية تصل بشكل تدريجي ومتكامل لإسقاط النظام. ولكن لا شك بأن العمل السلمي مستمر، والعمل السلمي لم يتوقف يوما من الأيام، بغض النظر أن السلاح دوما يعني صوته أعلى، ودوما يعني عندما يصبح هناك أي اشتباك مسلح دائما الأخبار السلمية والمدنية تذهب من الأخبار. ولكن العمل السلمي مستمر، النشاطات السلمية مستمرة، وأنا شخصيا أرى بأن الآن نشهد نحن تصاعد في العمل السلمي من جديد، وخصوصا في المناطق المحررة. وهذا أيضا تذكير لكافة الناشطين والناشطات الرائعين داخل سوريا بأن المناطق المحررة هي معيار للمناطق التي ما تزال تحت سيطرة النظام. عندما نستطيع تقديم أمثلة رائعة ويعني مليئة بالحرية والديمقراطية للمناطق التي ما تزال تحت سيطرة النظام، فنحن نسرع بعملية التحرر وبعملية إكمال إسقاط النظام، لأنه سقط بالعديد من المناطق. طيب برجع لضيفي محمد أحمد، عضو الهيئة الشرعية في حلب. سيد أحمد، يعني بشكل عام يبدو بأنه هناك نظرة سلبية لموضوع الهيئة الشرعية في تطبيق قوانين وقرارات وفرض على المجتمع، خصوصا ما تم الحديث عنه بإنزال علم الثورة في إحدى المظاهرات وحرقه ورفع مكانه العلم الهيئة العلم الآخر يعني. ولاحظنا بالمظاهرات التي خرجت بأن المحتجين أنفسهم رفعوا العلمين، علم الثورة وعلم الهيئة. برأيك يعني كيف يمكن تغيير هذه النظرة، وكيف يعني ممكن يعني أن يكون هناك تعاون بين الطرفين في المجتمع؟ نعم نعم سيدتي، لم يكن هناك، نحن إذا تحدثنا عن الجانب السلبي من قبل الأهالي أو من قبل المتظاهرين أو من قبل المواطنين باتجاه الهيئة الشرعية، لم يكن هذا الأمر موجود على الإطلاق تماما. ولكن هناك بعض من الذين يريدون أن يؤجلوا أو يؤخروا عمل الهيئة الشرعية ويحاربوا هذا الأمر، هذا يكون من قبل بعض فصائل ليس هدفها هو تسليط الضوء على الكتاب الإسلامي، وإنما الهدف هو زرع فتنة بين فصائل المقاومة أو فصائل الجيش الحر وبين الفصائل الإسلامية، ليس إلا هذا هو الهدف. معلش توضح لي أكثر لأنه أنا ما فهمت عليك عن شو عم تحكي. مين هن اللي بتقصدهم؟ مين اللي بتقصدهم بدهم يزرعوا الفتنة؟ نعم، هناك أشخاص يمكن يكون بهذا الأمر من قبل النظام فرضا
على أن يزرع الفتنة بين الكتائب الإسلامية أو الكتائب الجيش الحر على تسمي نفسها وإيجاد شيء يسمى التفرقة أو العنصرية بين الطرفين، هذا يكون من قبل النظام أو من قبل المخابرات أو من قبل السلطات السورية. الهدف منه فقط هو لأن المناطق المحررة أصبحت في هدوء نسبي، فإذا تم تسليط الضوء على هذا الأمر يكون هناك اختراق لهذا الهدوء النسبي وتتغير. بس أنت هون مو عم ترفع المسؤولية تماما، عم ترفع المسؤولية تماما عن الهيئة الشرعية، يعني أنه ما في أي أخطاء صارت؟ لا أنا لا أتكلم عنه يوجد خطأ، يوجد هناك أخطاء، وهذا العمل الذي قمتم وتحدثتم عنه بإنزال علم الثورة، نعم هذا الأمر ممكن أن يكون قد حدث، ولكن هذا الأمر تم محاسبة ذلك الشخص وتم اعتقاله وتنفيذ العقوبة المناسبة بهذا الشخص. هل تم هذا الأمر أمام الناس؟ يعني هل تم أمام الناس اللي هو حرق العلم بهذا الشكل أمامهم لحتى يعرفوا؟ لأنه الناس في منهم خايفين منكم، كيف ممكن تطمنهم؟ شو ممكن تقلهم لحتى يكون في تعاون بينكم وبينهم؟ لا على العكس تماما، نحن ليس الهدف هو إرعاب الناس أو تخويف الناس، وإنما هو إيجاد شيء يسمى العدل والمساواة بين جميع الناس، ونحن ليس ضد أي شخص يرفع أي راية أو يتكلم عن أي راية يريد أن يرفعها. طيب وين تم معاقبته هذا الشخص؟ هل تم معاقبته أمام الناس يلي هو بمظاهرته نزل العلم؟ لا ليس تم معاقبة هذا الشخص على أمام الناس، وإنما هو فتح تحقيق في هذا الأمر وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل هذا الشخص فقط. نعم، بنتقل لضيفي السيد المير. سيد المير، يعني برأيك فيما نشاهده اليوم، هل يمكن أن يتم خلق قنوات حوار بين السلطة حملة السلاح وبين الشعب الآن في سوريا؟ سيد المير، طيب أنقل السؤال لضيفي ريثما يجهز معنا المير. السيد الأصيل، برأيك هل يمكن الآن في هذه الفترة خلق قنوات حوار بين السلطة صاحبة السلاح وبين الشعب دون أن يكون هناك في مواجهة، يعني يكون عبارة عن انتقال الأخطاء، مطالبة بتصحيح المسار وخلق قنوات حوار فيما بينهم؟ بالتأكيد ممكن، طالما أن جميع السوريين والجميع لديهم هدف مشترك من الحرية والعدالة، ومن أساسيات العمل المدني أن علينا أن نؤمن جميعا، ليس فقط العمل المدني، جميعا كسوريين علينا أن نؤمن أن الآخر واجب الوجود، أن لا يمكن أن أكون موجود إذا الآخر ليس موجود، ونحن هدفنا خلق مساحة متساوية للجميع للتعبير عن آرائهم. يعني حتى كما ذكر الأخ محمد، وأتمنى أن يكون الأمر كما ذكر، للجميع الحق في أن يرفعوا راياتهم، وعلينا جميعا أن ندافع عن بعضنا البعض. يعني علينا أن يكون لدينا مبدأ أن المظلوم سواء كان سلفي أو سلفية، سواء إن كان ملحد أو ملحدة، سواء بغض النظر عن انتمائه الديني، بغض النظر عن انتمائه المذهبي أو المناطقي، علينا أن ندافع عن أي سوري أو سورية يظلم في داخل سوريا. الثورة تبدأ ولكنها لا تنتهي، والثورة السورية بدأت ولن تنتهي، لأن حتى بإسقاط النظام نحن لا نبلغ أهدافنا العالية والسامية التي خرجنا من أجلها جميعا. تفضلي. طيب برأيك هون، يعني دائما في مثل أول شيء بيقول يا فرعون مين فرعنك؟ قال له ما لقيت حدا يردني. نعم. دائما الدكتاتور هو الشعب اللي بيخلقوا لهذا الدكتاتور. برأيك السلطة اللي بإيدها السلاح الآن هي العنصر الأقوى بتكون بالمجتمع، والمجتمع عم تحكي بممارساته المدنية بأنه يتجه بالاحتجاجات والعمل المدني المجتمعي، مين المطلوب يستوعب الثاني أكثر؟ يمكن بتفق معك أن من يملك السلاح قد يكون الطرف الأعنف ولكنه ليس الطرف الأقوى، لأن هذا مبادئ العمل السلمي. العمل السلمي يبدأ بأن يؤمن بأنه لا يفل الحديد إلا الإنسان، وليس لا يفل الحديد إلا الحديد. لأنه العمل السلمي يبدأ بأن نحلل نحن قوة الطرف الآخر، شوفنا أين يستمد قوته. مثل ما ذكرتي حضرتك، غالبا الدكتاتور أو دائما الطرف الذي يظن نفسه أنه الأقوى يستمد قوته من ضعف الآخر، يستمد قوته من جهل الآخر ومن خوف الآخر أن ينزل إلى الشارع ويبادر ويطالب بحقوقه. عندما نؤمن بالعمل المدني ودائما لا نسكت عن الخطأ، فلا يمكن أن نصنع دكتاتور بعد اليوم أبدا في سوريا، ولكن اللحظة التي نسكت فيها نكون قد بدأنا بصناعة دكتاتور. طيب رح أنتقل بسؤال لضيف المير بهالنقطة هاي، الدور على مين الآن؟ الدور على مين بأنه يوعي المجتمع عن طريقة التعامل بتنظيم مؤسسات مدنية للحصول على حقوقه، وأن لا يكون الجهة الضعيفة مقابل قوة السلاح، أن يكون في توازن بيناتهم؟
الحقيقة بالدرجة الأولى بيعود الدور على فعاليات، وكان من المفروض على النخب السياسية لو كانت ثورة قوة سياسية على النخب السياسية السورية، لكن مع الأسف النخب السياسية السورية والمثقفين تقاعسوا أو متقاعسوا تخلفوا عن القيام بهذا الدور. الآن المطلوب من المجتمع السوري بفعالياته من الداخل وعلى النخب أن تلتحق من أجل بهذا الموضوع أن تلعب الدور، ومسألة أنه أي طرف يجب أن يتقدم هي مسؤولية الجميع، مسؤولية الجميع بما يخص مسألة أنه جميع بمسألة الوقوف في وجه هذه الظواهر، بأنه المناطق المحررة رغم أن الظروف فهي تغري الجميع. طيب أنا ما عاد عم بسمع السيد المير، بنتقل لمحمد الأحمد. السيد أحمد، يعني ردود الفعل بالنسبة لي السلطة صاحبة السلاح في سوريا، نفس السؤال اللي سألته لضيوفي، يعني إذا كانوا هن الأقوى الآن مين المطلوب يستوعب الثاني؟ هل الشخص الضعيف اللي بتمثل الآن بالشعب اللي ما معه سلاح، ولا بالسلطة صاحبة السلاح؟ طبعا هذا أمر طبيعي جدا أن يكون صاحب السلاح الأقوى هو الذي يريد أن يستوعب جميع الشعوب، ويريد أن يستوعب جميع المواطنين، ويريد أن يبث مسائل الرحمة بين الناس، يتقبل الآخرين. ولكن أريد أن أنوه إلى نقطة مهمة جدا، هي أن ردود الأفعال كانت سيئة باتجاه الهيئة الشرعية. لو تحدثنا نحن عن إيجابيات الهيئة الشرعية، فهناك مشاكل، المشاكل والخلافات قلت كثيرا جدا في ظل تحكيم الهيئة الشرعية أو وجود الهيئة الشرعية في حلب، فحفظنا على جميع أملاك الناس وبالإضافة إلى ذلك استطعنا القبض على جميع عدة أشخاص كانوا يتعاملون على النظام. طيب. يعني نحن سيد أحمد اليوم ما عم نحكي عن موضوع إيجابيات الهيئة الشرعية، نحن عم نحكي عن مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها بعض العناصر، سواء ما عم نحكي عن الهيئة الشرعية تحديدا، أي سلطة بسوريا الآن هي يعني سلطة سلاح، هي الأقوى. هناك ناس تخاف منكم، ماذا توجهون لهم؟ ماذا تقولون لهم؟ على العكس تماما، نحن نقف دائما وابدا الى جانب الصف الضعيف او الى جانب المظلوم، ونريد ان ننشر العدل والمساواه في جميع المناطق المحرره، وحتى نريد ان نستكمل ايضا هذا المشوار لنضع يدنا بيد الى جانب جميع الفصائل الموجوده على الارض من اجل انشاء سوريا جديده، او من اجل انشاء دوله متكاملة. شكرا. في كافة النواحي. نعم، شكرا لك محمد أحمد، عضو الهيئة الشرعية في حلب، وأشكر ضيوفي في هذه الحلقة، كان معي الدكتور عبد الرزاق عيد رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق في الخارج، وضيفي فائق المير قيادي في حزب الشعب الديمقراطي السوري عبر الهاتف من دمشق، وأشكر ضيفي في الاستوديو إبراهيم الأصيل مدير تنفيذي لمؤسسة الحراك السلمي السوري، شكرا لوجودك معنا. شكرا. مشاهدينا فاصل قصير ونعود، أرجو أن تبقوا معنا.
مع بداية موسم الامتحانات النهائية في الجامعات تزداد معاناة طلاب جامعة خالد بن الوليد أو ما يعرف بجامعة البعث قديما، حيث يعج الحرم الجامعي بعناصر الأمن وشبيحة مع الاستمرار في مضايقات الطلاب. المزيد في تقرير ساهر الأحمد. ابتدأ طلاب جامعة خالد بن الوليد أو البعث سابقا في مدينة حمص امتحاناتهم الجامعية، فمع قدوم الامتحانات اشتد التضييق الأمني والاعتقالات اللامحدودة في صفوف الطلاب وخاصة من قبل الشبيحة الطائفيين. يعاني طلاب جامعة ابن الوليد الأمرين في سبيل تحقيق إنجاز وانتصار ملموس حتى وإن كان على المستوى الشخصي بالتحصيل الدراسي، رغم كل الظروف الأمنية والمعيشية السيئة وانعكاساتها على رغبة الطالب النفسية. أنا أدرس هندسة بجامعة خالد بن الوليد بعث سابقا. مشكلة أساسية وكبيرة لمواجهة للطلاب داخل الحرم الجامعي، يعني النظام وشبيحته عم يقوم بعمل بمضايقات كبيرة للطلاب من اعتقال وتفتيش، ويعني مثلا الشهر الماضي أثناء امتحانات العملي اعتقل نظام 13 طالب حموية من الطائفة السنية. طبعا المعاملة اللي عم يلقاها جدا سيئة، وخصوصا التفتيش اليومي على أبواب الجامعة الرئيسية اللي عم يقوم فيه اللجان الشعبية وشبيحة اللجان الشعبية. لكن رغم كل هالمشاكل اللي عم تصير ولا عاني منها، نحن مستمرين بدراستنا مستمرين بصورتنا. فبين مؤيد ومعارض لتقديم الامتحانات يختلف الطلبة، منهم من يقول إن الثورة بحاجة إلى حملة هذه الشهادات حتى يقوموا ببناء سوريا الحرة والنهوض بها، بينما تقول وجهة نظر الرأي الآخر بأن مسارات الحياة يجب أن تتوقف في سبيل انتصار الثورة بما فيها متابعة الدراسة. وبين هذا الرأي وذاك تستمر الجامعات السورية باستقبال الطلاب حبا أو كراهية، فقرر النظام بمتابعة الدراسة يندرج تحت دعم الموالين له بالدرجة الأولى وكسب ثقتهم هي من أولوياته. سهر الأحمد من حمص، أورينت نيوز. كان هذا كل ما لدينا في هنا سوريا اليوم، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء في الغد بإذن الله.